بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من إياكم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والي المال الدنيا دافئ ذاك جوكتان كسود هذا برنامج كاني دعوين كي أذكارتي متقانا صحيحة نقطي كتاب كي يسون نذبا أذكارتها سو كتاب كي مجلس اللي رادو حسن المسلم كاسو أها لفيس كي قفك مسلم كأما قاشان كي قفك مسلم كألا بيم تاتير هذا محل الله هاي قاشان أما لفيس يعني ويقو هروان شاقي وكسو علينا يعني إلهي سبحانه وتعالى يعني إنسان كا وحوليه عذو عدوك اسو اسك اوسن اركينين انا اسغنا اركاي عدوك اسو شيطان عدوك ان كوات او انسان كو ليهي وكاسكي ابهي ابهين حاوي ادمي حاوكتو ساري جناده سدا اوكتين با يعني ما دغال ادك ايانا متقانا نغه دخيه كاسو اه و هو دحاي اني وخ الهي ما اركيسد ادومه اني كو عابودان مركاس و هو دحاي اديغي و خي كو راعبا نارتا ليدين مركا شيطان كاس ايا وحن ليراهدي الهي سبحانه وتعالى نبي انه سو ديري نبي قاس أيانا بري قابك لغود بادي لها هذه قاب قاس آنا لراعنا وحبادون لبعض دعاية وأركي سنة الدنكا كنول لهاي داد بادون أركي سبعيال بادون الدواء وطان داد بادون حاوة متقانا يعني مددقانو نفتو هذا متقانا مهانا كران يعني وحي سمينا قوان كمقاري كران داد بادون حاركي ساماتو لأسكو الله هي عسان هادان وحو قبانا نفتي سامحبك علي كرين لايكو قف دارت نفسي عشان كرا ونفتيس كفلا وقفك إلهي سبحانه وتعالى قلس أذكارك قصوا بحي أذكار كنول إلهي وحو أدري قبطة أوكلي لكن هذا إنت أسكتك تو وحا إمان إيسا إنا أسكت لحيا عذا إمان إيسا وأذيك متقانا مركاسنا خطر أوتاي إنا متقانا يعني شيطان معيس أنا قلت مالت قيامة إلهي سبحانه وتعالى وحو قرأ يسكت لحي إن الشيطان عدو وحو لها إن الشيطان كو عذو جيني فاتخذوا عدوة فاتخذوه عدوا انما يدعو حسبه ليكون مسحب سير شيطانك وعدو جينا كسم يستعدو اني كنا كاس اسغ حسبي سبا نار اسعدان شيطان كنا واسو شيغنا مال قيامه نارتك خطبين دون خطب دير نارتك جيد دون نارتك خطبه سو دي دون يعني فلا تلوموني هاي الدقالة من أولوم وأنفسكم نفتين الدقالة ما أنا بمشرقكم وما أنتم مشرقي ما أنت وحسب تبادين كرا إيه وحسب متقان وحسب تاري كرا مجرو يعني أذين كانوا حمي تاري كرتا أنا حمي تاري كرا وحولي أنا أذين ياري وإراع ذين محان كل أذين قفتي مركا وحلو بها يقف البو هذا فيري حسبي صاحب كأني كنيسو إلى القرآن كيسو وحو كل هاي ما نتقي أمرك لشان لاين هاي وحولي قف البو وحولي هاي يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليل هاي شان لايتي ذي هوجي هبل أم هبل لا يمحش صاحبك إلكتي ها صاحبك وقف قف كنارته حقية وصاحبك شيطان قال وش شيء جاي مت أنا أجدري مت لو جدو إله الله من الجنة والناس كان جني كيمة كذا كيمة بق الله بذا بوه ليهن مركب حولي قفك يا ويلتها ليتني لم أتخذ فلان خليل إله وشلات إذا هو جيجي محان هبل لا يو أم هبل محمل صاحبك إلكتي مع دعي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وحال وحوس مي إنه يقولوا مي ما تخانا أي باديي أو إيجا باديي حم ما تخانا وناجي مركي ما تخانا وإلهي يصدر ربي كديم مركا وحلو بها يا ولاليال ذكري كان أركي سين وفضود يهاي نبيك وونا باري أساقا أنا كو نقمي شايدان كان اسكي إلالي أنا كان وحوقنا هنو عانا داو نولاتي ود بادي سين مركا ويجي هوري وحان سوق هذا اللي وحال قوة وانك سوق هذاني يعني ما تخانا افتتاح وانك سوق هذاني كتاب كان يهد لحقلنا إن شاء الله تعالى عاو وحانكم بالله من أذكار الاستيقاظ أذكار الاستيقاظ من النوم يعني دعوينك قفك مركو هردده كسوك عاي قفك وحاوي أساقوه متقانا يعني مركو قف هردده كسوك عو وأساقو الدنيا ذا ما أنت بالله بايو كل مديها مركو هردده كسوك عضو سررت هذا كسوك عضي ما أنتو حال متهاي قف هردده بالله باي سيدا سوك لا أيانا متقانا وحول مديها إلى سبحانه وتعالى حديث كلا وحجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هايو بخاري ومتقانا وورين هايو وحذيف يمن كورين هايو وليه هاي مركو سيحان هايو يمركو سوكعاي كانت وحونو سوقاتين لبس وحونو بلابي انو ادويد سوكرين
كاس وحوليه مركو سيحنا وحوليه اللهم باسمك أموت وأحيا يعني مركو سيحنا إساس وليه مركو سوكعين وحوليه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور الحمد وها مهد أشكنا تلمان لله اللي أشكناته الذي كاسو أحيانا نسونه لي بعدما أماتنا مركو ندل كتب وإليه نشور أهلها سيلم تقانا أشكنا تي بعثي أشكنا هذه وتقانا ذلك سو صار دونا سيداسو إلهي سبحانه وتعالى وكل هاي آيات قرآن الله سبحانه وتعالى وكل هاي يعني كل هاي الله يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها إلهي أسق أي أوف هذا نفط مركي لمريسو مركز وحول هاي والتي لم تموت في منامها تنا لمنين وهرد ذي ذي متقنا لبذا بنفبا وحو إلهي كتل ما بتي هرد يسي يتي لما تيب لما شو كشاجة محي اسكي مديهن لما شذا مركي محي اسكي مديهن قفك مركو في الساحة ذهبينك وحول لمدي وقف لنتي دب هدو قولوا قفص هذا ما أقو data do data ma ogo wax agaar iska dhacay ma ogo qofku waxa waa mid qana nolol kale u gala khayaal wax arin kale u gala ilaahay ogyahay hadhow markii ilaahay subhanahu wa ta'ala dabadan waxa duuda ku dhacda sidoo markuu ur seexday ayuu u dhintaaba sidaas ayuu duuda kaga tagaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ilaahay markuu labadaas qofsaday wuxuu leeyahay ilaahay wuu soo celinaa fa yumsik allati qada 'alayha al-maut yaani kii wuu heesta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xukumay inay dhimato ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى تلك ما يصدرها إلى وقت ما تقانا قوانا يصدرها إلى وقت قد اللي قالوا مركا لبضى النف لما شذا هردده وأسلمت مركو حلو بين قفك إنه إله أنقضه ويراد إلهي وحام هدل إسونه لي بركو إدلي كدب وليه نشر سال الله سنة قطي يعني وحو قرتي تبردريس وقرتي ألا وحو أقري إن أود ديسي يبعثك مال قيامه وحداني توحيد كي كمتها لا إله إلا الله أي كمتها مرك وحو قري قال إنه أسيك الدليل دهانه أسيك إنه متقانا صوب بحين دهانه مرك وحو شكو قري لور أهل الموضوع مرك يبقى عادي إن بعثك الرمي وحي كمتها إيمان كمتها إن الله كل يس متقانا أود أوسكيلينا إيمان كمتها لابد يبقى عدي أستي أفكاسي وحو شاك وحكا ليس الأود اللي هين أود إلي الدليل كرين سلاسو كال حديث كان لبعض متقانا كشوق هذا لينو وحول لي قفك مركو شوك وحول لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله الله حق لقر لقابض الوعابض مجره وحد الله صار متقانا كل جيسة وحده كل جيس لا شريك الله أس لو ذا جماع له أسقى له الملك أسقى بقرطيو لن اسكله وله الحمد أسقى متقانا ما هذا لن اسكله وهو على كل شيء قدير الله وحول البكرة نويها أسقى وحول البكرة سبحان الله الله صعب لانه والحمد لله الله صعب هذا نسكله ولا إله إلا الله الله قر له عابده معيسنا مجر والله أكبر الله متقانا وقال وين ولا حول وح متقانا يعني حيال مجرته ومعسذة يحمان تأسيق لورنه يمتقانا أما أن تقتقنه ولا قوة متقانا أودنا مجرته إلى سبحانه وتعالى أنك عابدنه ومتقانا مصلحة ذينا وقارنه إلا بالله الله متقانا وحونا سيماهنه العلي اللي متقانا سريي العظيم إوينا ربي اغفر لي ساسا لها مركز إله ويدام الاف انت وقف كاسي أو لهاي فيري وحاجرة حديث كاس وحو لها يعني الدعاء ذا سواء الدعاء وحال لها مستجيب أول وحال لها وحولي هاي هدي دعاء ذا سواء آخر استو وحال لها اللي برقع أو دو كذو وحال لها أو إله سبحانه وتعالى لبا أسرقع وحال لها دعاء ذي والغا أقبلها سلاة ذا سلامة قانا إله سبحانه وتعالى وكو أقبلها يعني والو والو دم الدافة سيسأل أي إليهن علم ذا يعني متقانا ذلك حديث كاس ورينا مركو حلو بها قف والباء إنو متقانا يعني أو كود ذالو أو متقانا ساس يعني قف كهدو متقانا يعني دعاس وحولي هاي هدو دعاس وحولي ثم دعا ربي غفر لي قال الوليد إذا قال دعاء استجيب له دعاس ودعاء لقى أجيبه فإن قام فتوضى ثم صلى قبل صلاة رسول الله دي أو دكذو أو صلاة أو دكذو صلاة سواء لبا صلاة واقب لاقبلا صلاة إن لاقبلو إن لاقبلين حديثك هو حديث صحيح ابن ماجه وري شغل بان رحمة الله صحيح وهو لاي مركا صلاة إن لاقبلو أو لبا صلاة لقى أقبلو محيفة إذين إلى القرآن كسو حكولا إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وهو حكا أقبلا قفك متقيقا قفك هدي الله برك عو صلاة لغا أقبله أما هل عمر لغا أقبله أما حج لغا أقبله إلهي وحب عدي قف كاسي إنه تقيه هاي هدي لغو قرو مرنا قشبال كاسنا وحاوة إلهي سبحانه وتعالى ورالي وكان نغضي إلهي قفه تقن كما قرغف ورالي كان نغونين مركا إلهي وحك لنك إنما يتقبر الله من المتقين إلهي وحب أقبله
كوما تقينتا مركو حلو بهاي هاي مرك قفك إنه دعاء سراد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ساس أيو الليه هدوما تقانا دعاء كذنا ووحفي عن واي وإله سبحانه وتعالى أبرك عن دعاء إلى سبحانه وتعالى وكو أقبل الله واسر قعو وحلو بهاي وحول بول قبلا وحلو بهاي على درتيس إن لو قبتو تعادين سيدي هذا كسوق هذا الحديث كذا قفكو حولي الحمد لله الذي عافاني في جسدي وحمرين أولي تمرك الله سوق عو هردي ما تقانا مرك هردي الله سوق عو دعوين كل دعاء سناي لما دعاء سوق هذاني دعاء سيدي هذا الله وحولي قفك الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره ساس أوليها حديث كاسوحة وريي ترمذ أيه وريي ما تقانا ولا حديث شيخ البان رحمت الله عليه حسن أو كتل مامي ساس أوليها مركا قفك وحولي مركو سوق عو الحمد وحا ما هذا لله الله الذي كاسو عافاني في جسدي إلهي جركيغا إي عافماتي أليه جركيغا إي عافماتي إلهي قفك وحوشي وحا وقيمة بضان إنو عافماتي حديث وحاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقولي وليه هاي من أصبح آمن في سربه معافيا في جسده عنده قوت يومه حديث كحوت الماما نبي صلى الله عليه وسلم حوت الماما قفك إلهي سبحانه وتعالى قلس كسوك عيي أسوك عافمات قبا أمننا كسوك عي مالن عيشك عنك ليها استا يعني وحولي هاي يعني وحولي الدنيا ذا يوم تقانا الدنيا ذو وحيدي رم وضعته أيها استغفك يعني هو أركي سا يعني دتك الدنيا ذو يقول العكت بدن لأ مركو ما أنت هل عذر كله عو يعني وحكا متقانا إلهي سبحانه وتعالى الله أنبع عف ما تكب حي هل عذر ذو كله على الدنيا ذو ندي بحيان مهلي كران إنه كعف ما ذن مرك الله سبحانه وتعالى وإن قفك مركو قفك عف ما تكب أنبعك قفك عسان الله بهاي مالو والبنو الله العليو والعليو إلهي سبحانه وتعالى نعمة وحال لها إلهي سبحانه وتعالى دائم كديك أمرك الشكريو قيد كذا إن لحير النمعذا وحوي الله شكري هدو قفك شكر الإيمان يعني النمعذا وزوليسا مركو حلو بها قفك حبت عيش دوه هستو قف عن حبت عيش هسا ناجرة قول في عنه كشح دوه هستو قف عن قول في عنه هسا عفمات ده هستو قف عن عفمات ويلي كان وحالة فيري قف كهو سي لما فيري كان كهر كان كهر لما فيري مركو حالة هاي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره الحمد وها ما هذا لله الله الذي كاسو عافاني في جسدي جركي عفماتي ورد علي كسو علي يوسو علي روحي روحي يسو علي وأذن لي بذكره إلهي متقانا إي إدمي إنا متقانا يعني إلهي سبحانه وتعالى أن حصو يعني إلهي سبحانه وتعالى ما قال لقى متقانا أدونك أو ما أنت لقى حرام تنمي إن الله أبوري عابدان أو الله أبوري متقانا حصان إلهي سبحانه وتعالى وحونه كتل مامي إن يهين متقانا إنهم كالأنعام ويري وحي لمديهين حوله لمديهين قف سحردي سوتا أو متقانا كايدي سكو لحجرة وقف متقانا يعني قف باب أي واي قف إلهي سبحانه وتعالى عن رميسنين أو إلهي سبحانه وتعالى هل مر سبحان الله سبحان الله العظيم لها إلهي قرآن كيسك حكولي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني موحد يعني سداد وحكم إيسان يعني إلهي مسلمين إلهي متقانا مجرمين تسكمتك لقاء مركو حلو بها قف والبا إنو كفكر اللو بها هاي الله هاس إنو كفكر الله هاس نوح بضا أو حصو إلهي سبحانه وتعالى أو نقضو هديك له وحا إيمان إيسا يعني إنا متقانا نفت هذا خيانتي wax badan aan ka shan layso imisa arkaysa maanta dad badan oo muslimiin ah oo mataqaana yaani gaal iska doon noqday oo sida gaalad u noolaaday oo ribooyinka iska qaateen oo yaani mataqaana yaani maanta waxay sameysteen group ay sameysteen markaas ay waxay group ku yihiin ama hagbad isku la jiraan ama mataqaana ay u tuhlo isku la jiraan inay ilaahay makhluuqadkiisa dulmiyaan inay maanta oo dadka cunayaan إنه ما تقدر أخلاق ذا ضمن عيان إنه ما تقدر متخانة ربك هذا لين إنه حارن عن عيان إلهي سبحانه وتعالى أول وحو أمرتك إنه حارن تك إلى ليان نبيك صلى الله عليه وسلم حوله علوش حرام قشة نار أيه وحق له والعياذ بالله علوش حرام قشة نار أيه وحق له إيه نار وحق له أنا وحارك إيسا قفك نارك وكد كنا محل أقبل هورتا نينك لا ولا هاي نبيك صلى الله عليه وسلم نين أيه وتقال أوكش نبيك سوري صحابة وحو هاي نين أو بورستي oo timaha basaaseen oo rafaadsan ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacmihiisa kor u taagay markaasuu wuxuu leeyahay rabbi ya rabbi markaasuu wuxuu dhahay wuxuu leeyahay famashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu yaani wuxuu leeyahay wuxuu u mutqaana yaani wuxuu soo cunay haram wuxuuna soo cabay haram wuxuuna ku soo koray haram wuxuu leeyahay haddana wuxuu ku soo qaday haram
wuxuu leeyahy sidee loo ajiiba, yani nabigu wuxuu tilmaamaa sifooyinka wuxuu haystaa oo dhan lagu ajiibay ninkaa uu soo qaatay. Ilaahay subxana wa taala wuu ballan qaaday qofka dhulman, qofka dhibban, ilaahay markuu gacmaha kor u taagan mataqaan ajiibo. Sifooyinka lagu ajiiba wuu leeyahy ninkaas, laakiin wuxuu dhaqankiisii akhlaaqiyaadkiisii sifooyinka lagu ajiibay lahayn, ilaahayna maba dhici karto nabiguna kaasu kale ajiibo. Waa tan maantana haysata, yani waxaa arkaysaa qofaa yani noloshiisa dhan buu xaarana ku dhex jira, haddana masaajidku kaaga horeeya. Maxaa mitqaana ku tare yani nabiga sal sllam xadiidka wuxuu ku dhahay yani wuxuu dhahay beenlowga in alkadbi yahdi ilalfujuur wa in alfujuur yahdi ila annaar, yani beenlowga faajir, nin beenlowa oo wanaagsan oo mujtamac sumcad fiican kule ma aragta weligaa allah ma arkaysid, waa faajir dadko dhan way ka sheeganahayn. Ilaahay ma jeclo, ilaahay wuu necab yahay, samad waa laga necab yahay, dhulkana waa laga nacay. Sidaasaa waxaa arkaysaa faajirka naar un buu leeyahay. markaas wuxuu ina albir lyahdi ina sidqa layahdi ilbir, yani runta waxay kugu hanunaysaa mataqaanaa samafalka. Qof kasta oo runlow eh waa samafal, reeriisa oo samafala, qaraabadiisa oo samafala, asxaabtiisa oo samafala, ilmihiisa oo samafala, xaaskiisa oo samafala. Yani qofka hadduusan run sheegin beena u qarsan, ilaahaya khiyaanaysaa, markaasa caruurtaada khiyaanaysaa, markaasa xaaskaa khiyaanaysaa, markaasa mujtamacii o dhan khiyaana, adduunka korna waa lagaa nacay, dhulkana waa lagaa nacay. Marka wax fiican ma ahan ilaahay aan u noqono. Ilaahay subxaana wa tacaala ducaau lubsi thob, yani waxaan ku daraynaa ducadaana ku daraynaa insha allahu tacaala, yani wuxuu leeyahay thoobka dharka, yani mataqaanaa ducadii lagu xiranayay dharka markaa xiranaysid iska xiro maahan, cowradaada haddaa faydo shaydaanka cowradaada ku cayaaraa. Ilaahay subxana wa tacaala markuu leeyahay mataqaanaa yani shaydaanka waxaa lagu dhahay yani wastafzis man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajalika washaarikhum fi lamal ulaad, markaas waa waciidhum maa yacidhum shaydaan ila guruura, yani u yeero shaydaanku. Waxaa la dhahay la isticmaal maalkooda, la isticmaal oo caruurtooda, la isticmaal oo xaasaskooda, la isticmaal. Maxuu kugula isticmaalaa? Waxaa haddaa adkaartaan aa isku wareejinaysa adan la imaanin waa kugu ciyaaraa shaydaanka. nabiga noo sheegay hadduu dharka iska siiba qofka asagoon adkaar la imaanin, ilahay subxana wa tacaala bismillah hadduusan dhihin dharkana iska siiba cooradiisa mataqaanaa oo faydo, shaydaanka ayaa ku cayaaraya dhex cooradiisa. Haddii banaanka haddaa guru kasoo dhahda acuudu billahi min shaitaan rajiim, shaydaanka banaanka kusoo haray, caawa wuxuu leeyahay hurdana ma haysatiin, cuntana ma haysatiin. laakiin haddaa banaanka acuudu billahi ad kusoo gelin, shaydaan gurigu kula soo geli. markaasuu leeyahay shaydaanta kale u sheegaa, wuxuu leeyahay nasiiba leedihin caawa hurdo wa haysatiin uu leeyahay. markaasu gurigu soo galay, markaas haddaa gurigaaga soo gasho, haddana haddaa bismillahi assalaamu calaykum aad kusoo geliy, haddana sidoo kale haddana cuntadiisa dhinac iska gala, hadhow haddana xaaskaaga markaa u tagto ducadii adkaartii oo mataqaana xaaska lagu tala adaan gelin, dhinac isuu kaala gashana. marka caruurta soo baxa caruur faajirin wa biri maxaa bilaabanaysa? hooyada inay ceejiyaan, aabihi ceejiyaan, warkooda maqlin, adiga dhow ku liidaan. maanta waxaa nagu haysta yurub oo ujeedin ciyaal aabayaashood iyo hooyadaashood liidaya inay dhegaystaan iska dhaaf, waxay u maleyaan inay baadii kiimidoon waxba garanayn. marka waxaa loo baahan yahay kuwaas in mataqaanaa ilaahay loo dhaweeyo, ilaahayna lagu xiro. marka hore ilaahay lagu xiraado ducadii dharka lagu libisanayay. wuxuu leeyahay nabi ala sal slam wuxuu leeyahay waxaa dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii kasaanii haada thawb, yani waxaa dhahaysaa ilaahay mataqaana yani igu mataqaanaa ii libisay maradan ayaa mahad leh, allahaasaa mahad leh. warasaqaniihi ila irsaaqay min gayri xawli minii walaa quwa, yani awood la-aan aniga iyo shitaarad la-aan iyo caqli aniga ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku hoojiyey oo ku haagay nabi fircoon waxaan dhihi lahay qaaruun markuu yidhaahday innamaa uutiitu calaa cilmin cindii, yani maalkiisa ilaahay wuxuu siiyey maal ayuu siiyey, maalka qaaruun la siiyena maanta adduunka waxay sheegtaan dadka inay wax badan haystaan ama xoolo ay leeyihiin, laakiin maalka qaaruun ilaahay uu siiyey adduunka wax uu siiyey ma jirto. ilaahay wuxuu leeyahay maalki in wuxuu leeyahay mafaatiixdiisa keliya latanuu bilcusbati uluquwa, yani koox xoog badan ayaa qaadi jirtay, waa furayaasha ma ahan maalka, qasnadihiisa furayaasha lagu xiraya keliya ayaa koox awood waxaa qaadi jirtay, guuto dhanaa qaadi jirtay oo xoog badan qaadi jirtay. marka saas ayuu ahaa. markaas waxaa la yidhahda war ilaahay ka cabso maalkan darajadiisa mar booskuu leeyahna marsii. markaas wuxuu dhahay innamaa uutitu calaa cilmin cindii, war waxaan anaa samaystay, anaa shaqeeyey, anaa caqligeyga ishtaaradeeda ku timiday. laakiin markaa leeda laa xawla walaa quwata ila billah kunzu min kunuz jana ku sheegay nabi sal sllam inay tahay keydkeeda ka jannada ke, waxaa sheeganaysaa dacfigaaga iyo awood daradaada. mahmaa gaartay meeshaa rabta gaar, dhakhaatiir ahow, brofesor ahow, maalka adduunka ugu badan ahow hayso, laa xawla walaa quwata ila billah badi awood ma lihid. maanta haddii mataqaanaa cudurkan laleeyahay corona u aragteen,
adduunka waxa wax loo jeeda maahan tabardariis u aragteen adduunka o dhan maaragtaana meel waa ka wada qaylisiiyey. Marka waxaa loo baahan qof walbow inaan mataqaana akhlaaqiyaadkeena wanaagino. Marka waxaa leedahay alxamdulilahi aladii kasaanii ilaahi alxamdu waxaa mahadle lillaahi alxamdu mahad lillaahi alle usugnaata alladii kaasoo kasaanii io mataqaana ii dhareeyey haada maradan ii dhareeyey haada thawb marada tilmaamaysaa maradan ii dhareeyey warasaqaniihi ii irsaaqay min gayri xawli minii awood mataqaana xeelad la-aan aniga mataqaana walaa quwatin io awood saasaa dhahaysaa. intaas ayaa caawa kusoo gebagabeynayna insha allahu tacaala. waa inuu wiiga dambe hadduu ilaah yihaahdo halaga warhaayo ilaahi subxaana wa tacaala in layska ilaaliyo shaydaanka le ilaahay subxaana derbina la dhisto oo ilaahay shaydaanka looga dhuunto ilaahayna mataqaana derbigaas noo toosiyo caruurtana noo toosiyo anaga ilahay na toosiyo. subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka allahuma atuubu ilayka. sallallahu ala nabiyina muhammad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.